بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهنئكم أيها الأحباء بالعام الجديد وبعيد الميلاد المجيد، وأهنئ كل الأباء المطارنة والأباء الأساقفة والأباء القمامسة والأباء القصوص وأيضا الشمامسة والأراخنة وكل بيت وكل أسرة، وأيضا أهنئ كل الشباب والشابات وكل الأطفال الصغار. أهنئكم جميعا وأرجو لكم عاما سعيدا وعيدا مجيدا. وإحنا حسب التقليد الكنسي ننهي العام الميلادي بالصوم وبالتسبيح، ونبدأ العام الميلادي الجديد بعيد الميلاد. وهذه البداية الجديدة هي بداية للفرح، فوقت عيد الميلاد هو يمكن أن نسميه عيد دخول الفرح إلى العالم. لقد كان العالم قبل ميلاد المسيح بلا فرح، بلا فرح في كل شيء. كانت العبادة يومية، وكانت الذبائح متكررة، وكانت الاشتياقات كثيرة من الأبرار، ولكن كان الفردوس أيضا مغلقا. وجاء السيد المسيح في ميلاده وتجسده، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. وبدأ عصر جديد بنسميه عصر الفرح. والحقيقة الفرح هو حياة الإنسان وسعادة الإنسان، فالوجود الإنساني أساسا من أجل أن يكون فرحا وسعيدا. وللسبب ده بنلاقي في كنيستنا كلمة الليلويا تتكرر كثيرا، حتى ما يصير الإنسان نفسه هو التهليل وهو التسبيح. وأحب أن أنا أذكر بعض مشاهد الفرح في قصة الميلاد وأحداث الميلاد. أمنا العذراء مريم تعطينا المشهد الأول عندما تقابلت مع القديسة إليصابات بعد أن استمعت إلى بشارة الملاك، وذهبت إلى هناك إلى هذه السيدة العجوز وهي حامل وقد ارتقد الجنين في بطنها، ترحيباً بوالدة الإله القديسة مريم العذراء. ثم وقفت أمنا العذراء تصلي هذه التسبحة، وبدأتها بالعبارة الشهيرة لها: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. وكأنها تقدم لنا مشهد الفرح بنوال الخلاص. أمنا العذراء مريم مثل سائر البشر احتاجت إلى خلاص السيد المسيح على الصليب، وأعلنت بوضوح شديد: تبتهج روحي بالله مخلصي. هذا الفرح هو فرح الخلاص الذي عم على البشرية. ونصلي في قطع الساعة السادسة في الأجبية ونقول: نشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت تعين العالم، يا رب المجد لك. ده المشهد الأول. المشهد الثاني أيضا نراه في القديس يوسف النجار، ذلك الشيخ الوقور الذي اؤتمن على أمنا العذراء الصغيرة والصبية والبتول، واؤتمن عليها وصار بالحقيقة حارسا لسر التجسد الإلهي. وأتمناه الله أن يكون هو الحارس الأمين والمخلص، وبذلك يعلمنا فرح المسؤولية. لما الكتاب المقدس ذكر شذرات عن القديس يوسف النجار، ولكن كلها شذرات الطاعة وتنفيذ الوصية بكل الفرح، سواء في بشارة الملاك للعذراء، سواء في ولادتها في بيت لحم، حتى أيضا في الهروب إلى أرض مصر ثم العودة إلى أرض فلسطين. هذا هو فرح المسؤولية، من يقوم بالمسؤولية بملء الفرح فينجح بسبب أمانته وإخلاصه. المشهد الثالث هو مشهد الملائكة. الملائكة في السماء تهللت وقدمت لنا أيضا درسا في الفرح، هو فرح التسبيح. وقفت الملائكة تنشد وتقول: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. وهذه أنشودة تلخص وتقدم
صورة من صور الفرح وكيف يأتي إلى الإنسان. فرحك لا يأتي إلا عندما تمجد الله، وفرحك لا يأتي إلا عندما تصنع سلام مع الآخرين، وفرحك لا يأتي إلا عندما تنقل هذا الفرح تقدمه إلى كل الناس وبالناس المسر. هذا هو فرح التسبيح أو فرح العبادة، ويمكن ده زي ما قلت اللي بننهي بيه السنة الميلادية، شهر التسبيح، شهر كياك، وبنسبح فيه ونطوب أمنا العذراء مريم ونحطها المثال الرائع أمامنا جميعا باعتبارها فخر جنس البشر. أنا بهنيكم بعيد الميلاد، وتحياتي ومحبتي لكل الحضور ولكل الآباء ولكل الإخوة، وأحييكم من أرض مصر من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وعارف إن احنا في زمن انتشار هذا الوباء، ولكن عندنا الأمل والرجاء أن الله يرفع هذا الوباء عن كل العالم، ويكون هذا الوباء هو رسالة توبة لكل إنسان فينا، ويعطينا الله دائما نقاوة في قلوبنا وفي حياتنا وفي سلوكنا. مرة أخرى أهنئكم بالعام الجديد وبعيد الميلاد الجديد، جعله الله عاما سعيدا على الجميع، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.